شهور من التعب في التمرين والمنافسات القوية بين اللاعبين في المباريات، في انتظار لحظة الإعلان عن أسماء اللاعبين الفايزين بالجوائز الفردية، وعلى رأسها اللقب الأهم للعيبة، لقب كابتن مصر الموسم الثاني. اللاعبة بذلوا كل جهدهم وجي وقت المكافأة. مساء الخير على حضراتكم جميعاً، سعداء جداً إحنا موجودين معاكم هنا النهاردة. تحياتي طبعاً لكل الحضور اللي موجود، وتحياتي موصولة لكل مشاهدينا عبر قنوات شبكة أون. والنهاردة طبعاً الحفل لتوزيع جوائز الموسم الثاني من كابيتانو مصر. تحية خاصة بكل تأكيد لكل المسؤولين اللي موجودين معانا على المنصة لتوزيع الجوائز لكل نجوم كابيتانو مصر. في البداية طبعاً معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، السيد عمرو الفقي رئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة المتحدة، الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة، السيد أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، السيد أسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة، السيد علي مرعي رئيس قطاع التسويق بالشركة المتحدة، الدكتور محمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو مصر، الكابتن إكرامي الشحات واحد من أساطير حراسة المرمى المصرية على مدار التاريخ وعضو اللجنة الفنية لمشروع كابيتانو مصر، ونجم وضيف حلقتنا النهائية واليوم الختامي والمباراة النهائية من موسم الثاني لكابيتانو مصر قناص الحراس ومتعب الحراس ملك التسعين بلس الكابتن عماد متعب. وتحية كبيرة جدا لكل العائلات وأسر كل نجوم كابيتانو، تحية ليكم كبيرة جدا على مجهود جبار مع نجوم كلهم سواء كسبوا او ما توفقوش، احنا اكيد فخورين بيهم جدا. قوي قوي يا مريم صراحه، وفرصه كابيتانو مصر بتدي فرصه رائعه لكل الولاد وكل الشباب. احنا كنا بنتكلم في 150 لعيب تقريبا جم من كل محافظات مصر، تم اختيارهم من اكتر من 50,000 لاعب راحوا اختبارات من كل محافظات الجمهوريه. فعايز احيي كل اللعيبه اللي موجودين النهارده واللي كمان مش موجودين، لان في النهايه دي بدايه. عايزين نبدأ النهاردة أول حاجة بتكريم لطاقم التحكيمي للمباراة النهائية، فطاقم التحكيمي ياريت يتفضل.